أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة حول موضوع كتير كتير مهم وموضوع بصراحة من أكثر الأسئلة اللي بيبعتوه لبرنامج ليكن نور ورح نجاوب على هذا الموضوع في هذه الحلقة أنا بصلي من كل قلبي أنه كل اللي بيشاهدونا واللي سألوا هذا النوع من السؤال أو النوع من الأسئلة حول الموضوع اللي راح نتكلم عنه إنك بتشاهد هذا الحلقة وتكون يعني سبب بركة لك اليوم ورح نلقي الضوء على هذا الموضوع الحديث هو عن الحروب في العهد القديم حروب العهد القديم هل ممكن إنه نتكلم هذه الحروب تشبه الحروب اللي بنسمع ومن شاهدها اليوم ولو كان الله هو نفس الاله اله العهد القديم او اله العهد الجديد الا يوجد تميز او تغير في هذا الاله وكيف يسمح هذا الاله بحروب في العهد القديم بينما نكتشف صوره تختلف في العهد الجديد هذا السؤال ومزيد من الاسئله رح نجاوب عنها في هذه الحلقه. أنا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقه. إذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا أمامك أرقام الهواتف وممكن تتواصل عن طريق السكايب. خليني أنبر في بداية هذه الحلقة أنه هذه الحلقة مسجلة لكن يوجد أخوة وأخوات اللي رح يردوا على التساؤلات وإذا في سؤال معين بتحس أنه محتاج أنه نتكلم عنه بشكل أوسع بكل سرور من عالج هذا السؤال ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة اللي رح نلقي الضوء على هذا الموضوع الحروب في العهد القديم معي في الاستوديو القس عزة شاكر هو مش غريب عن هذا البرنامج معروف لكثير من الناس القس عزت هو باحث مفكر وكاتب عدة كتب دفاعية في هذا الموضوع وهو أيضا راعي كنيسة الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر في القاهرة بمصر أهلا وسهلا قسيس عزة أهلا بك يا قسيس نزار وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين بشكرك جدا علشان استضافتك انك بتديني فرصه فعلا اكون مشارك مع حضرتك في البرنامج وانت قامه روحيه عاليه جدا شكرا اشكر كتير. الرب جدا علشانك يا اسيس نزار وانا مبسوط من عنوان البرنامج وبصلي النهارده يا رب ليكن نور لكل واحد بيشوفنا ليكن نور ينور في حياته باسم الرب يسوع قسيس عزت انت كاتب عده كتب طبعا منها يعني كتاب اصعب الايات آه وبعتقد كمان عملت برامج عديده آه في هذا الموضوع لان عملت ب... يعني كتاب من الكتب اللي اشكر ربنا انتشر كتير قوي سميته اله العهد القديم اله الدماء اوكي وفي كمان اصعب الايات من أه سفر التكوين أه وماشي في هذه أه السلسله أه يعني دائما بدور حول الموضوع انك انت بتحاول تبرهن أه وتثبت من الكتاب أه المقدس طبعا صحه الكتاب أه وشو المفهوم من هذه الايات اللي لاول مره شخص يمكن بيقراها ممكن تكون معلوماته السطحيه حول هذا الموضوع شو اللي قادك انك تعمل هذا الموضوع ليه إيه صدقني يا سيس نزار انا حسيت بتثقل من الرب فعلا. يعني بدات باسئله تجيني من الناس كثيره جدا. فرحت بدات بالكتاب اللي هو اصعب الايات في الكتاب المقدس. ومجرد ما طبع لقيته انتشر بصوره كبيره جدا. وبدات الناس تطالبني بالمزيد من الاسئله. فقلت يا رب اللي هتدهولي من عمر ومن صحه انا هخصصه للجزئيه دي بالذات. واشكر ربنا طلعت بعد كده اللي هو اله العهد القديم اله الدماء اللي فيه مشكلات كتيرة في الحروب في العهد القديم وانا حسألك على نفس السؤال آه على فكره آه 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 لا يعني انا كمان النقطه الثانيه انت انسان مشغول جدا يعني رعاية كنيسة كبيرة رب في رب مدينة مصر. الرب لرب شرفنا أكون فيها عدة مرات فمرات بتسأل من أين الوقت لا. من أين لك <applause> ده أنت يا أسيس نزار بتعمل خدمات ملهاش أول من آخر و... وسيد العارفين يعني أولا أنا بقول يعني وإحنا بنختبر ده أن بركة الرب صدقني بركة الرب يعني مرات الناس أنا أنا بتسأل نفس السؤال الاسيس نزار بيجيب منين الوقت يعمل البرامج دي والنهضات دي والزيارات دي والى اخره في كل مكان لكن مش بنحس ان هو الرب هو الرب بصدقه خليني هو الرب هو الرب اله العهد القديم اله آه. الدماء اه يعني لما بطلع على موضوع كتاب شوي مرعب شوي مخيف آه. ليه اخترت هذا الاسم قسيس آه يعني يعني مستفز هذا الاسم نوعا ما ده في الحقيقه يعني في الحقيقه لو اقول الصدق اللي جوايا انا بعد ما عملت الكتاب قعدت محتار كتير اسميه ايه فحسيت ان اكتر عنوان يبيع في السوق هو العنوان ده يعني للامانه كده لان قلت الناس لما تقرا ان انا اللي كاتب الكتاب ده واكتب اله العهد القديم اله الدماء فالقارئ شاهد شاهد من ايوه ما يخمنش انا بدافع ولا بعمل ايه بالظبط وفعلا نجحت الفكره نجحت الفكره طب هذا طبعا انه احنا كمسيحيين نؤمن أوه. بالرب بالاله اله العهد القديم، اله العهد الجديد طبعاً. هو اله طبعاً. واحد طبعاً. ولما سئل الرب يسوع حول هذا الموضوع أوه. قال اسمع يا اسرائيل نفس الايه الرب الهنا رب واحد رب واحد فعاوز اسال طبعا في ناس لما بتقرا في ناس بتتعثر بتقول لك آه في اختلاف آه آه هل اله العهد القديم فعلا يختلف عن اله العهد الجديد؟ صدقني بامانه بصراحه صدقني يا سيس نزار يعني انا انا بعشق هذا الموضوع ولو اتكلمت فيه حلقات كثيره جدا لا يمكن اوفي حقه اه وبقيت بحب الموضوع لان عندي كلام كتير فيه واسئله الناس كثيره فيه أقول الصدق في المسيح إن لا يوجد اختلاف هو إله واحد حضرتك عارف إن دي بدعة من بداية القرون الأولى ومارسيون كان بيقول إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد وإن ده إله قتل وحروب وده إله محبة ورحمة وسلام أبدا هو إله واحد الرسول يعقوب يقول في يعقوب واحد سبعة الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ما عندوش تغيير الرب إلهنا رب واحد، مفيش غيره. و وأنا بقول لكل واحد بيشوفنا الوقت مين قال؟ مين قال؟ آه مرات يا أستاذ نزار علشان بس آه أعمل آه استثارة لأفكار الناس أقول لهم ليه إله العادلة الذي بنقول عليه إله قتل وحروب؟ وإله العادل الجديد إله رحمة وسلام. ليه يقتل؟ ليه يطلب حرب؟ ليه عايز يموت الناس أقولهم لهم ما تيجوا من البدايه ندرس عشان نمسك الكتاب كله من الاول وده يوضح الصوره نمسك من اول قصه الخلق ونقول مين الله ومين الانسان فاذا نقول... قبل ما يعني نعرف لازم نعرف عن الله مين هو ب... ب... طبيعته بالزابط، صفاته بالزابط. شخصه من لما بندرس طبيعة إيه الله او شخص الله بنقدر نستنتج صح. في الاشياء الثانية فأنا أنا لما افتح الكتاب من أوله هكتشف الآتي: مين الله؟ هو الخالق المحب الرحيم الطيب مش هو اللي بادر وخلق الإنسان طب إزاي يخلق الإنسان وبعدين يقتله؟ يعني حضرتك أي واحد لما بيعمل حاجة يعني أنا رسام عملت لوحة، أنا ما اعرفش نحات عملت معقولة أعمل أكون نحات أعمل تمثال وأكسره؟ لا يمكن. فالله هو الخالق المحب الرحيم الحنان أنا في وجهة نظري أو أو دي قناعتي إن من أول صفحة من الكتاب المقدس ألقط صورة الله المحب الحنان الرحيم الطيب اللي بتتخلل كل صفحات الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد ابسط شيء لما اقول لما يخلق الانسان والانسان يسقط في الخطيه كون الرب بذاته يجي ويقول له ادم اين انت في نعمه اكتر من كده الرب أخذ زمام المبادره في صح ولا في خلاص الانسان لما يصنع اقمصه من جلد ويكسي الانسان م. في نعمه اكتر من كده لما يجي القايين ويحذره ان احسنت افلا رفع ان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه اليك اشتياقه في نعمه اكتر من كده لما المرنم يقول له في مزمور 104 اي 24 ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمه صنعت فأنا بيقابلني على طول لما نقرا عنه ويقول يشرق شمسه على مين على الأشرار بس ويمطر على مين على الكل مش هو ده الله المعتني بكل الكون م. فأنا بقول يا كل إنسان بتظن إن العهد القديم إله قتل من الأول كده خمن قول يقتل ليه ازاي كل إنسان يعني يجوا ليه لأ ما هو طلب قتل الشعوب الفلانيه والفلانيه نجي لها بعد شويه لكن انا بقول لكل قارئ طب مين الاموني؟ مين العموني؟ مين المؤابي؟ ده كل انسان صنعت ايد الله وكل انسان مخلوق على صوره الله لما قال نصنع الانسان على صورتنا يقصد بمين الانسان؟ كل انسان كل انسان مش كده؟ كل انسان فكل انسان صنعت ايد الله وكل انسان غالي على قلب الله لا يمكن يطلب يقتل ده كده بسرعه، طب ما كان من الاول ما خلقوش وريح لكن نفسه. قسيس يعني انت ذكرت عن محبه الله، رحمه آه. الله، نعمه الله، آه. بس في توازن كمان في الصفات الالهيه اللي هو آه. الجزء الاخر طبعا من صفات الله اللي هو طبعًا. الله عادل طبعا الله بار، الله قدوس طبعا اله ذكور، نار اكله، يعني ما فيك تحط طبعا في توازن تام في الصفات الالهيه طبعا طبعا مش عايزه كلام لكن انا بتكلم على الجزئيه دي واقول انه انا علشان بس فكر المشاهد او القارئ ان دايما اله قتل لما يقول هكذا احب الله احب مين؟ العالم العالم كله العالم كله فانا بقول الله بيحب كل الناس ولا يميز شعب عن شعب نعم. ولا يميز انسان عن انسان ان كنا بنكره المدرس اللي يميز بين طالب وطالب او القاضي اللي الله الله بيحب كل الامم كل الشعوب بيهتم بالكل الكل صنعه ايده مخلوقين على صورته طيب يعني خلينا بدل ما اوجه السؤال العام خلينا نفوت آه. يعني بشكل اكثر آه. يعني آه آه مركز آه. انه احنا بنعرف في العهد الجديد بنقرا انه الرب هو اله محبي اله آه. نعمه آه. اله خلاص اله آه. افتقاد آه. اله عم بيمشي بين الناس بيصنع خير بيشفي المرضى يقيم الموتى أوه. يعني هذا كل ما نعرفه في العهد الجديد أوه. لكن هل ما يشير اي شيء للنعمه أوه. للرحمه للمحبه أوه. في العهد القديم يا ده لا لا فرق بالمره بين العهد القديم والعهد الجديد اعطينا امثله يعني يعني الانبياء لما عملوا معجزات عملوها باسم مين باسم الرب باسم الرب بقوة مين؟ بقوة الرب هو لما يجي أليشع يقيم ابن المرأة الشونامية عمل ده بقوة مين؟ لما يجي إليه يقيم ابن أرملة صرفة بيعمل إيه؟ لما مثلا أليشع يصنع المعجزة والست الأرملة تلاقي تملى الأوعية زيت وتسدد الدين وتعيش كل أيام عمرها مين اللي صنع ده؟ يعني كل العهد القديم كله بل ده انا بقول محبه للكل لما يجي الرب يقول ليونان يقول له يا يونان قم اذهب الى نينوى المدينه العظيمه نينوى ويقول له اروح وقول للناس تتوب وترجع شايف المحبه وبعدين المهم يونان انا مرات اقول النبي الوحيد اللي حزن بنجاح خدمته يعني الخدمه نجحت والناس تابوا ورجعوا لكن هو راجع حزين وقعد والرب طلع له اليقطينه. وعم عم الرب يعني لانه انا عارف انك انت اله رحيم. يعني. ايوه مش كده؟ أيوة. وبعدين اليقطينه نشفت والرب يقول له انت اشفقت على اليقطينه. يعني انا عايز كل مشاهد يفكر في الكلمات دي ويقول مين هو الله بتاع العهد القديم. انت اشفقت على اليقطينه اللي بنت يوم طلعت وبنت يوم ماتت، افلا يشفق الله على نينوى المدينه العظيمه اللي فيها اكثر من اثني عشر ربوة ربو. طب نينا ودي مين بالنسبة للرب ده قال وبهائم كثيرة اللي يقرأ يونان على طول هيلاقي النص كده يعني كأن الرب إله شفقة ولا لا نعم. إله رحمة ولا يا ده, ده كل العهد القديم اسمح لي أقول بعض صدر. الحاجات كده علشان أنور نور فلاش كده قدام المشاهد وأقول له مين إله العهد القديم لما نيجي الوصية السادسة ويقول كده لا تقتل طب ازاي يقول لا تقتل وهو يقتل لما هو الرب بيرفض ان الشعب يقتل لما نقرا اشعياء واحد الرب يقول للشعب لماذا لي كثره ذبائحكم يقول الرب اتخمت من محرقاش كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اصر حين تبسطون ايديكم احول عيني عنكم ليه يا رب ايديكم ملقانه دما يبقى الرب بيعمل ايه مش عايزهم يقتلوا وضد القتل وهو ضد القتل لما اجي للعهد القديم ولا يقول هذه السته يبغضها الرب سبعة هي مكرهة نفسه عيون متعالية لسان كاذب أيدي سافكة دما بريئا يبقى الرب إيه؟ ضد الدم وضد سفك الدم وضد الكذب وضد الخيانة العهد القديم زي ما العهد الجديد علمنا محبة العدو، مرات الناس فاكرة إيه؟ ده في العهد الجديد بس. ده في العهد القديم. نعم. يا كل مشاهد أرجوك بص معايا في سفر الأمثال 24 19 يقول له إيه؟ لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهك قلبك إذا عثر. ما فرحش بسقوط عدوي، ده أنا فاكر بس إني محبة العدو في العهد الجديد. دي في العهد القديم. أشهر آية عن محبة العدو كلنا بنحبها أنا هقول لكل مشاهد دلوقتي دي مقتبسة من العهد القديم لما نقرأ أمثال 25 21 إن جاع عدوك أطعمه خبزا إن عطش اسقه ماء فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك كل الناس فاكرة إن بولس بس في روميا هو اللي قالها دي من العهد القديم محبة العدو في العهد القديم في أكتر من ما يقول في خروج 23 أربعة إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا رد إليه بس نظر مش ده العهد القديم مم. اللي بيعلمنا محبة العدو يعني يعني لما نقولها بلغة النهاردة إن لقيت عربية عدوك حسن في نار جاية ناحيتها اجري بسرعة وطف طف النار لقيت أي حاجة لما يجي فلاوين 19-18 يقول له لا تنتقم ولا تحقد مم. ادي تعاليم الرب لشعبه اكتر من كده العلاقه بالغريب في خروج 22 21 يقول له لا تضطهد الغريب ولا تضايقه لانكم كنتم غرباء في ارض مصر ارض مصر ما اضطهدش الغريب ده الناس فاكره اني اقتل الغريب اقتل العدو لويين 19 34 يقول له كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عنده وتحبه كنفسك أحب الغريب كنفسي ادي ادي العهد القديم انا انا اسف انا طولت عليك في الجزء ده لا لا بالعكس انا فرحان ويعني هو طبعا هذا يعني جزء من الموضوع آه لكن لا يخفى انه الجزء الاخر فيه انتقام فيه آه في دينونه في قضاء آه على شعوب الرب يعني امر بابادتها صدقني يا استاذ نزار دايما اقول كده لكل واحد بيشوفنا دلوقتي وانا مرات اقول باسم الرب يسوع ان اي حرب نقدر نرد عليها بس نعرف الحرب دي او غيره حصلت ليه؟ ايه اسبابها؟ وجذورها ايه التاريخيه؟ مجرد ما اعرف ايه اسبابها وجذورها التاريخيه تتفك الطلاسم قدام لكن العهد القديم انا ليه حطيت الخلفيه دي؟ لما الرب في العهد القديم يقول فكر الحماقه. خطيه لما يجي يقول اريد رحمه لا ذبيحه انا ليه انا عايز احط الارضيه اللي يقف عليها المشاهد يبقى تاكد تاكد ان الارضيه كلها الاساس اللي بنحطه فلما تيجي تقابلني حاجه ادرسها في ضوء الخلفيه اللي انا حطيتها طبعا وانت ذكرت يعني في الايه الشهيره اللي آه. هي تعتبر القاعده والاساس آه. آه. للعهدين في الموضوع هذا آه. بالتحديد وصية الله لا تقتل بالضبط والرب يسوع تكلم عن هذه الوصية آه. وأخذها بعمق آه. وببعد آخر آه. أنه آه. مش بس القتل هو التعمد والفعل آه. لكن الكراهية والبغضة وعدم المحبة بالزبط. تعتبر كخطية بالزبط. القتل بالعهد القديم كسيس يعني مكتوب أنه الله اختار إبراهيم آه. وإنه الله اختار شعب أو إسرائيل أو البعض بيعتقد إنه هذا تمييز عنصري طب مش يعني ألم يميز إبراهيم ألم يميز إسرائيل باختياره شو السبب وليه صدقني كويس نشرح دي برضو عشان نكمل الأساس في الأرضية الأرضية أوكي. لإن برضو الناس بتظن إنه تمييز أنا بقول دايماً للناس وأنا في الكنيسة وحد يسألني السؤال ده أقول ايه ارى لما الرب اختار ابراهيم او اسحاق او يعقوب من البدايه قال له ايه في نسلك تتبارك جميع قبائل, قبائل الامم فالرب من البدايه انا بشبهها لما بكون في الكنيسه بقول لو انا داخل ومعايا بندي كورس مثلا سيمينار معانا 40 طالب جايب 40 قلم واقول يا فلان خد وزع دول انا ميزته ده انا جايب العطيه للكل، التقدمه للكل، ده اللي الرب قاله إبراهيم واسحاق ويعقوب. ولما اجي الخروج 19 من ثلاثه لسته، انا انا بعشق النص ده. الرب بيقول للشعب كالاتي بالحرف: انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي، فالان قال لهم ايه؟ ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب ويحط جملة مهمة فإن لي كل الأرض يقول أشكرك يا رب فإن لي بتغيب عن عيون الناس لما يقول فإن لي كل الأرض يعني السعودية ليا وإيران ليا والعراق ليا اليمن ليا مصر ليا ما عنديش تمييز يقول لهم وأنتم أنتوا تكونوا إيه؟ مملكة مملكة كهنة أمة مقدسة طب إيه دور مملكة الكهنة؟ أي لاهوتي يعرف الكاهن لا يقام من أجل نفسه الكاهن يقام علشان توصيل الرسالة للآخرين يخدم تعني يكهن يخدم بالضبط وبتعني كمان كلمة قنطرة يعني جسر اللي بيربط بالضبط بالضبط ونفس الكلمة دي تكونون لي مملكة كهنة قالها لهم في إشعياء 43 أنتم شهودي يقول, يقول الرب. رب. أنتم شهودي مش هي هي أعمال واحد ثمانية وتكونون لي شهودا نعم إذا من صلب العهد القديم قال لهم أنتم شهودي ولسه قايلين من شوية أرسل يونان إلى نينوى هي نينوى كانت من بني إسرائيل في صلب العهد القديم شفنا رعوس المؤابية إزاي رعوس تدخل جوه شعب الله شفنا الرب بيوصي شعبه اهتموا بالغريب الغريب يا أسس نزار كان من حقه إذا عايز يمارس الفصح يمارس ولا يمارس والرب اداهم الحق ده بل كان عايزهم يحملوا النور عشان يصلوا لكل الأمم فانا بقول تاني الرب لما اختار ابراهيم او اسحاق او يعقوب او باقي الشعوب عشان يوصلوا نوره لكل الامم هم اللي ما فهموش وبحسب سفر التثني الله بيتكلم عن ليه اختار بالزبط. اسرائيل بالظبط مش لانكم أفضل, افضل او أه اكتر من سائر الشعوب أه لكن الله اختاره من اجل محبته وعهده بالزبط. مع ابراهيم بالزبط. حتى يكونوا نور حتى يكونوا شهادة يكون اعلان اللي يوصل الكلمة بالظبط فبنقول تاني لكل مشاهد ان الرب اختارهم مش تمييز عنصري الله بيحب كل العالم وعايز يوصل لكل العالم واختارهم عشان يكونوا حملة النور طيب رح نواصل حديثنا قسيس عزة لكن بحب أعطي فرصة للمشاهد لو الموضوع أثار فيك سؤال في ذهنك سؤال معين لا تتردد أنك تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين آه، ما زلنا في حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ليكن نور مع القس عزة شاكر عن موضوع حروب العهد القديم آه، في العهد القديم آه، قسيس عزة أيوة. يتكلم عن آه، يعني كسر بكسر أوه. عين بعين أوه. سن آه، بسن, آه، بسن، وإذا يعني أوه. الشخص عمل أوه. هذا الشيء آه. هل الله كان بيعلم انه هذا يعتبر انتقام ام شيء آه. اخر في الحقيقه ال الكلام اللي حضرتك بتقوله مظبوط تماما آه انه وارد في خروج آه 20 أربعة 24 وبيقول اذا اخ اذا احدث انسان في قريبه عيبا ما فكما فعل كذلك يفعل به كسر بكسر عين بعين سن بسن واكد لكل مشاهد لاني الناس لما تقرا ده وتلاقي تعاليم المسيح من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك اترك له ده هنا في تناقض ابدا كل اللاهوتيين بيقولوا عين بعين وسن بسن فيها ثلاث حاجات مهمه جدا اول حاجه دي شريعه العداله اعطيت في مجتمع الغابه في الوقت ده ده مازال ده مازال يا أسيس انه لا بس انه ده مش انتقام اه يعني دي شريعه عداله ده آه عدل في, في, في مجتمعاتنا في مجتمعاتنا في فلسطين وفي مصر والسوريا وغيره لغايه النهارده في بعض القرى لو ولد من عيله آه كسر رجل ولد من عيله تانية تقوم العيله دي عايزه تقتل عشره قصاد رجل اتكسرت فده كان بيحصل آه كتير كتير زيه فيجي الرب يدي شريعه العداله يقول لهم من فضلكم إذا اتكسرت إيد قصادها إيد، عين قصادها عين، رجل قصادها رجل، سن لكن ما تزودش عن كده، الحاجة التانية شريعة العدالة دي أُعطيت إلى قضاة بني إسرائيل. هم اللي ينفذوها، مش أي إنسان. م. يعني ما قالش الرب كده على طول كسر رجلك روح أكسر رجله، ده زي كان بيؤسس مجتمع زي النهاردة. النهاردة حضرتك عايش في كندا انا عايش في مصر ده عايش في كذا في قوانين للبلد قوانين العداله م. قوانين العداله ده, ده انتقام طبعا لا انت انت ماشي بالعربيه او راكن عربيتك وجي واحد خبط عربيتك كسرها لو انت رحت وقلت كسرت لي العربيه وخدت حقك ده 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 انتقام عداله آه. دي عداله لا في بس المجتمع. كمان في،, في قانون في قضاء يعني مثلا العربيه ما اللي انت كسرت في آه, آه. انت فرضا انظلمت بتروح للقانون بتروح للعدالة إن بالزبط تنصف بالزبط المظلوم. من عشان كده بقول إن هذه القوانين أعطيت إلى قضاة بني إسرائيل لكي يطبقوها مم. مش عشان الواحد يطبقها بنفسه مم. وهذه القوانين كانت قوانين العدالة وسط مجتمع الغابة وفي نفس الوقت كان لكل واحد الحق إنه يسامح مم. يغفر زي النهاردة أنا ماشي مم. في الشارع واحد خبط العربية لو انا رحت للقضاء وطالبت بحقي انا مش غلطان م. لو انا سكت أنا ده ده حريتي لكن مش أروح كسر لي أروح أحرق بيته طبعا خطأ yeah. خطأ ليش أنا بسأل وبأكد على هذا إيه؟ اليوم اللي بنشوفه قسيس من عنف وظلم طبعا وقتل طبعا ويعني عم بشر عم بيصنعوا من أنفسهم آلهة آه. وقضاء اللي بتحكم على الناس بيقتل طبعاً. من يشاء وكيف مشاء طبعا وكل الأشياء المفروض لو احنا بنتكلم عن مدنية عن حضارة عن تقدم في قوانين في البلد هي اللي تطبق لكن مش هروح انا اطبق القانون بنفسي وانا اخد حق بدراعي ده مش اسلوب لا حضاري ولا كتابي اطلاقا. انت ذكرت انه في ثلاث اشياء، ذكرت يمكن اثنين معرفش لا ما انا بقول الحاجة الأولى انها شريعة العدالة في مجتمع الغابة، اثنين أعطيت إلى قضاة بني اسرائيل، بقول ثلاثة أعطي كل واحد الحق أن هو يسامح. أن يغفر. اوكي. يعني يعني مش مطالب أنك لازم تعمل كده عين بعين وسن بسن، أبداً. المسيح بقى لازم لما نقرا العهد الجديد عشان نقول لكل مشاهد يبقى بيدقق فبعض الحاجات المسيح عليه سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك لما المسيح يقول سمعتم أنه قيل ما قالش مكتوب لو قال مكتوب يبدا مكتوب في العهد القديم لا سمعتم أنه دي أقوال أقوال الناس في الوقت ده صح بس فالمسيح كان بي بيصحح أقوال الناس السائدة لكن مكتوب تحب قريبك كنفسك ولما طبعًا. سئل الرب يسوع المسيح تكلم عن مثل السامر الصالح أه. 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 لما سأل ومن هو قريب يعني أه. توقع أنه بس أه. إنه ممكن يكون اليهودي أه. أه. لكن صدمه يسوع بالحقيقة أنه تكلم عن سامر اللي هو منبوذ طبعًا. مرفوض بالنسبة لليهودي وأنه هو اللي صنع الرحمة طبعًا. مع الشخص اليهودي طبعا طبعا يعني. طيب خليني يعني هون بدي افوت إسا في لب الموضوع اللي هو حروب العهد القديم اه في يشوع أوه. في سفر يشوع انه الله بيؤمر أوه. يشوع ان يقوم باباده تمام. في سفر صموئيل أوه. او النبي صموئيل أوه. يعني بيتكلم لشاول أوه. يعني كامر انه ايضا يبيد اباده أوه. كامله أوه. كيف نطبق او كيف انه نفسر هذه الآيات آه. في ضوء العهد الجديد تمام أنا أقول فهمي يا أستاذ نظار اللي أنا فهمته من خلال دراستي كلمه ربنا أنا لقيت الآيات إن الله اللي قال لا تقتل هو طلب القتل في بعض الأمور م. في بعض الأمور يعني نجد في الشريعة في العهد القديم القاتل يقتل نعم صح المفروض كده ودي اعطيت اعطيت لقضاة بني اسرائيل ففي يعني كان العداله مش هو القاضي العادل لما درست العهد القديم لقيت الله القاضي العادل لكل البشريه من حقه ان يدين ومن حقه ان يامر بالقتل يأمر بالقتل كقاضي عادل م. كقاضي عادل إذا في إذا في أمة أو بشرية آه عواجة المستقيم م. فمن حقه هو القاضي العادل أن يعمل ده م. فمثلا ودي حاجات بيتفق عليها المسيح والمسلم مثلا لما نيجي نقول أبات سدوم وعموره ليه أبات سدوم وعموره؟ الشر م. الفساد شرهم اللي ملا كل الكون لما الرب بعت الاتنين ملكين عند لوط الشعب كله جاي يخبط على باب لوط وعايز يكسر الباب عشان يطلعوا الملاكين علشان الشذوذ الجنسي كل اخرجهما الينا لنعرفهما لنعرفهما معرفه جنسيه الشذوذ ده اللي ملا شرهم اللي ساد فقاضي البشريه بيؤمر بقتلهم يؤمر بقتلهم ده حق. اديان كل الارض الا يصنع عدلا مش كده يعني. مش كده انا انا بقولها بصيغة تانية بقول بما انه قاضي البشريه انا شفت ان بيؤمر بالقتل بيؤمر بالقتل لان بيحقق العداله مرات بيؤمر بالقتل عشان يعلن عن بره وقداسته لان الله قدوس لا يطيق الشر فبيقول لكل العالم وهو بيعلن عن نفسه انا اكره الخطيه انا اكره الشر او حمايه حمايه البشريه كلها بمعنى هقول الثلاث حاجات دول عشان اوضحهم ان هو القاضي العادل بيحقق العداله او ان هو بيحمي البشريه او بيعلن عن قداسته اوضحها اكتر بنقول لو اني وده وده تشبيه جميل حد اضافه ليا لو انا في كانسر في دراعي والكانسر ده هينتشر ورحت لطبيب جراح عشان ينقذني اللازم لازم نبتر ايده هل لو بتر ايدي يبقى بيرحمني ولا بيعاقبني ده بيبتر ايد عشان انا اعيش انا اعيش الطبيب الجراح ده بيقطع ايد في منتهى الشفقه في منتهى الرحمه لان عشان الجسد ده كله يعيش فانا بقول الرب الرب القاضي العادل حامل بشريه قاضي البشرية مرات بيبطر عضو علشان جسم البشرية يعيش أو لاهوتي تاني قالها بصياغة جميلة قال أحيانا راعي الغنم بيبقى مربي كلب وسط الغنم الكلب ده لو تحول لكلب مسعور وكل يوم يفترس غنمة لو جه الراعي قتله يبقى هو رحيم ولا هو قاسي ده هو عايز يشفق على ال 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 غنب. القطية على القطيع فانا بقول الاتي اقروا كل قصه نلاقي الرب بقى عشان برضو ا ا ا اوسع الارضيه للمشاهد وبيشوفني عمل ده مع بني اسرائيل وعمل ده مع الاموريين ومع المديانيين ومع العمونيين مع كل الشعوب دون تمييز فخليني ابدا باسرائيل يوم ما اسرائيل مثلا موسى طلع على الجبل عبدوا العجل قالوا قم اصنع لنا الهه تسير امامنا وعبد العجل زي. الرب عاقبهم ولا لا؟ عاقبهم قتل منهم ولا لا؟ نعم هل هو هنا هنا هو لا يميز او بيعاقب بني اسرائيل يوم ما الشباب فعلا هو عاقب بني اسرائيل ضعف يعني طبعاً. لانه كان عندهم الاستناره كان عندهم العهد أيوة. كان عندهم الكلمه كان عندهم الشريعه اشكرك اشكرك لانه لانه بيعرفوا أعقبهم أكثر أشكرك لما بندرس السبي البابلي والأشوري أشكرك لأنك وضحت لي النقطة دي لأن فعلا اللي يقرأ الكتاب المقدس بحيادية يكتشف أن عقاب بني إسرائيل أكبر من كل الشعوب نعم يوم الشباب الإسرائيلي زنى مع بنات مؤاب مش قتل منهم 24 ألف نعم 24 ألف ايه ده لما نقرا صموئيل الاول اربعه وغيره مش سبق الفلسطينيين يتسلطوا عليهم وقتلوا منهم نعم صح اذا الله القاضي العادل لما بيؤمر بالقتل من حقه ان يحقق القتل باي وسيله يا رب فمرات خلى الارض اتفتحت وبلعت ناس نعم مرات خلى السماء نزلت نار وكبريت على ناس هو الله هو رب الجنود يجند كل شيء لتحقيق مشيئته فهنا عمل ده مع بل... فجينا لما نيجي لصموئيل الاول 15 ويقول قال صموئيل لشاول اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعب اسرائيل اسمع لصوت كلام الرب اني افتقدت ما عمل عمليك روح حرم عمليك اقتل رجلا وامراه طفلا ورضيعا غنما وبقرا الكلام ده في صموئيل الاول نعم. 15 هنا بقى يا أسنزار. حتى الحيوانات اه هنا بقى يا نظار بتقابلنا اول سؤال طب ليه امر بقتل عمليك صح مش عشان ندرسها كده مين هو عماليق علشان لا. يؤمر بقتله هل يستاهل القتل ولا لا ارجع تاني وأقول اقول للمشاهد زي ما طلب قتل بني اسرائيل لما زانوا مع بنات مؤاب لما طلب ان هم يدخلوا السبي دخلهم السبي الاشوري او السبي البابلي او الذل الى اخره نيجي نقول مين مين هو عماليق ده عماليق حضرتك عارف عماليق هو حفيد عيسو اللي يقرا يا كل مشاهد اقرا تكوين 36 هتكتشف ان عماليق حفيد عيسو عيسو اللي كان مستبيحا وزانيا لما نقرا عن بني اسرائيل ده الشعب اللي تحالف مع باقي الشعوب المديانين وغيرهم عشان يبيدوا بني اسرائيل بني اسرائيل يوم ما الشعب كان خارج من مصر العمالقه قتلوا كل المستضعفين في بني اسرائيل من ورا صح غدر يعني غدر. صح مين المستضعفين؟ مم. مش اللي هم الحوامل والعجزه وال الأطفال. اللي بيرضعوا والاطفال بقى يطلعوا عليهم مم. ويقتلوا كل المستضعفين وبعدين لما نفضل نتسلسل كده بالفكر ونقول مين عماليق نوصل لسفر استير مم. كل الكتاب قالوا لنا ان هامان اللي كان عايز يبيد كل بني اسرائيل اصلا من نسل عماليق الاجاجي من نسل عماليق، ولما نتسلسل في الفكر الـ 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 المؤرخين بيقولوا لنا هيرودس اللي طلب مم. ان يقتل الطفل يسوع هو من نسل عمليق. يا الهي اذا دول عايزين يفسدوا المخطط الالهي والرب بيتكلم في العهد القديم للرب حرب مع, مع عمليق من دور, من دور إن... دورن الى دور آه آه يعني حتى نهايه الايام عمليق مش بس شعب هو اصبح رمز بالظبط لشعب مثل ايزابيل مثلا بالزبط. كانت تستخدم السحر والغواية والعرافه بالزبط. والزنا بالظبط بسفر رؤيا بيتكلم عن روح ايزابيل فصارت رمز للشعب بالزبط. فلما تلاقي دول بيقتلوا المستضعفين تخيل لو احنا في بلادنا شفنا واحد طلع على واحد رجليه مكسوره وراح ضربه بسكين بالأمانة نعمل معاه واحد طلع على ست حامل وبترضع وراح بيضربها بخنجر مم. نعمل معاه هي لا واحد بيغتصب بنت عمرها 8 او 9 بس سنين بتعمل مع ايه اسمع النص ده يا استنظاريا كل مشاهد طلع معايا تثنيه 25 17 نعم الرب يقول اذكر ما فعله بك عمليك في الطريق عند خروجك من مصر مم. كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها تمحو ذكر عمليك من تحت السماء فهنا الرب بيقول له الكلام ده لأن ده قاتل قاتل ولأن شعب زاني وشعب رمز للشر وشعب عايز يفسد المخطط الالهي الازلي م. لفداء البشريه من خلال شخص الرب يسوع المسيح يبقى نقول يستحق القتل اه يستحق القتل لا طبعا يعني الرب هو اله عادل آه. آه وبيفتقد الذنب على فكره احنا بنفكر انه الرب نسي آه. يعني مثلا اللي بنشوفه اليوم من ذبح وقتل اللي بيعملوه مثلا آه. من داعش آه. هل الله راح يفت... اكيد آه. مش ممكن كل خطيه انسان لابد في يوم من الايام آه. يمكن مش على زمنه آه. او زمنك او آه. الى اخره بس في آه. يوم من الايام الله آه. راح يفتقد آه. هذه الخطيه لانه آه. الله اله منتقم لازم بالزبط. ينتقم من الخطيه لانه اله عادل بس من ناحية تانية قسيس عزت انه الله بعطي فرص بالزبط. يعني مثلا لما الله تكلم مع ابراهيم اه, آه من خلال العهد اه قال له من صلبك رح يكونوا في ارض غريبه. اه. وفعلا شعب اسرائيل كان في مصر اكثر من آه. 400 سنه. اه. آه. ليه؟ لانه لا لم يكتمل، ما اكتملش آه. كاس الاموريين. آه. اه بعدين الله بيعطي فرصه للتوبه، آه. يعني آه. شفنا ان الله اعطى فرصه لنينوى، آه. فرصه للشعوب الكنعانيه، لانه آه. رحاب اه. رحاب الزانيه بالزحط. ادركت مين هو شعب اسرائيل، ويعني كانت خايفه من صح. من الرب الرب ما عاقب بدون ما يعطي الـ التحذير أو أه. الإنذار أكثر أه. من 400 سنة أه. ثم كان أمر الله محدد في منطقة جغرافية أه. يعني لم نسمع أنه إسرائيل قامت بحروب دينية راحت خالص. احتلت مصر خالص. احتلت اليونان احتلت أه. مثل ما أه. فعل شعوب أخرى أه. كان أه. وصية الله بالتحديد أه. سبع شعوب كنعان اللي أه. هي أه. في أرض كنعان أه. هذه الشعوب التي كانت تمارس آه. المحرم آه. آه. في نظر الله وهذه الرب اللي أمر أي. في إبادتها أي. أي. ما أنا لسه بقول لكل مشاهد هل قريت عن حرب في العهد القديم كله في العهد القديم من أجل نشر الدين؟ لا شفت الشعوب اليهودية بتقول له تؤمن بيهوى ولا نقتلك؟ النهاردة لغاية النهاردة هو دخول الدين اليهودي بالسهل؟ لا طبعا مش سهل مش كده ولا ايه لا طبعا عمرهم ما حاربوا حروب من اجل الدين لكن انا بقول قاضي البشريه قاضي البشريه لما بيعمل كده بيعمل كده ده حقه الطبيعي وعلى فكره بالنسبه لكلمه التحريم هي آه كلمه مهمه جدا في العهد القديم اه بتتكلم عن شعب في داخل مكان آه في مكان جغرافي آه محدد معين آه آه فعادة كل المكان سواء من الحيوانات، من أه الاطفال، النساء، الذبائح، كلها كانت ملك الاله، يعني أه مثلا أه اله يمتلك كل البلد، أه فالكنعانيين مع انه كان عندهم أه الهه لكن في أه ايام يشوع كان أه يكنوا العباده لمصر، فرعون كان يعتبر أه اله، أه فكل ما هو اله بكل مقتنياته، أه بكل يعني الحيوان ما هو اللي أه كان بيحمل أه مثلا الحمير طبعاً. كانت تحمل طبعاً. البضاعة طبعاً. الغنم كانت تقدم الخنازير كانت تقدم ذبائح الأولاد كانت تقدم ذبائح فعدا عن الإباحية والزنا وكل آه. هاي آه. فلما بتحرم آه. بلد آه. لما بتخذ البلد كان بمعتقد آه. العهد القديم انه البلد آه. صارت ملك الاله آه. فكأنه انت لما بتحرم هاي البلد صارت ملك آه. يهوه آه. في العهد آه. القديم هاي الكونسيبت هذا الفكره وصدقني يا سيس نزار حضرتك نبرت على فكره كمان من شويه منتهى الروعه والاهميه ان ما في حرب حصلت الا والرب لما بتبقى احنا بنقول ان الحرب بتبقى قضاء الله ان يؤمر بالقتل لان الشعب ده فاسد وافسد ومدمر لجسم البشريه لما قعدت امسك الحروب حرب حرب اقول في كل مره اللي حضرتك نبرت عليه من شويه يدي الرب فرص فمره كنت بتكلم وأقولي بقول للناس في ندوه بقول لهم مثلا الله حكم على البشريه كلها ايام نوح فقالوا بس كويس ان انت قلت طب وحكمه فين بقى هنا الرحمه والغيره رغم اني اني الحدث ايام نوح معروف في كل الديانات والكتب آه والتاريخ كمان اه, آه, آه فقلت انا اقول لكم حاجه يوم ما الرب نفذ ده ادى فرصه للبشريه قد ايه لما نوح كان بيبني الفلك قدام كل الناس ويقول لهم في طوفان جاي إدى لهم فرصه قد ايه ما فيش مطر طبعا الناس ما عندهاش فكره شو المطر مش كدا حتى مش فرصه قد ايه؟ اكثر من 100 سنه اكثر من 100 سنه اكثر من 100 سنه بالامانه كده لما يجي الرب يديني اكثر من 100 سنه لما يجي يعاقبني استاهل ولا لا؟ وبعدين جيت على سدوم وعموره قالوا اهو طب انا قعدت ودرستها بالتدقيق صدقني اولا كان لوط وسطيهم وبعدين مش, مش بس لوط وسطيهم يوم ما جم الملكين وبعدين كانوا هيكسروا الباب والناس أصيبوا بالعمى وتحصل المعجزة والكلام ده كله وما فيش هنا فهم ان يرجعوا للرب خالص كل شعب الرب أمر بال... ب... بقتله كان يستحق القتل لأن الله قاضي عادل والاولاد الاولاد اللي بيموتوا طبعا بيطلعوا للسماء بحسب كلمه الله أه. لكن الاولاد كانت تقدم ذبائح للاله مولكم طبعاً. ملككم لدرجه انه اليوم يعني انت لما بتشوف واحد قاتل بيقتل الاطفال اول فكره بتجينا لازم يقتل هذا الشخص فكم بالحري الله قدسه البابا شنوده قال كم جمله انا انا نقلتهم عندي لأنهم حلوين م. كان بيتعرض لموضوع القتل وغيره. قال وصيه لا تقتل لا تعني ان الله حرم القتل عموما. لان هو قال لا تقتل لكنه امر زي ما قلنا القاتل يقتل. ان الله الذي اعطى وصيه لا تقتل امر باباده شعوب. والحكمه من ذلك هو ان الله هو صاحب الارواح جميعا. ومن حقه أن ينهي حياة الناس في أي وقت يشاء وبأي طريقة يشاء إن هو الله في النهاية فإذا شاء أن تنتهي حياتهم بموت طبيعي أو بمرض أو بنار من السماء أو بطوفان أو بأن يقتلوا بأيدي أعدائهم هو حر ينهي حياة الناس كيفما يشاء بالطريقة التي يريدها هو جعل القتل عقوبه واجبه التنفيذ على من يقترف بعض الذنوب. فأنا بقول تاني هنلاقي في معظم الحروب الله بيؤمر بالقتل، إما لأنه قدوس فبيعلن عن قداسته قداسته عادل فهذا الشعب يستحق القتل أو عشان يحمي جسم البشريه لأن ده شعب أصبح ورم سرطاني م. في جسم البشريه. خلينا أوجه السؤال بشكل طبعا منشوف في العهد القديم إنه كان قضاء الله في كثير من الأوقات كأنه قضاء مباشر مثلا بتشوف نار بتنزل من السماء أو أرض بتبلع البشر أو بتشوف الله بيختار مثلا في سفر القضاء يعني أعداء يزلوا شعب الله وبعدين شعب الله ينتصر وهكذا يعني بي بنفذ هاي السايكل الدائرة لكن في العهد الجديد كأن الله صامت يعني مش الناس عم تتمادى على الله وعم تنكر يسوع عم تنكر الصلب وعم تنكره والله صابر مش عم بنزل نار مش عم بيقتل الناس يعني هيك بسرعة مثل ما بنشوف في العهد القديم في أيام موسى وآخرون طيب انا انا افتكرت حاجه عايز اقولها ونرجع للسؤال ده اتفضل وهسيبك اه ولازم تجاوب لان انت <applause> لا انت رجل انت... عملاق لاهوتي <applause> وفكري عارف يا اساس نزار وقفت قدامي ايه توريني قد ايه احنا اتكلمنا على ان الله عاقب بني اسرائيل زي ما عاقب الشعوب لكن وقفت في مره قدامي ايه من عاموس 9 7 عجبتني جدا لقيت الله بيخلص الشعوب التانيه زي ما خلص بني اسرائيل يا رب دي عجيبه جدا عمرنا ما بنقف قدامها فيقول في عاموس تسعه وايه سبعه الستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل شوف جمال الايه عاموس تسعه وايه سبعه الستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير. آية 8 إيه دو... هو ذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئ الخاطئة آه. وابيدها عن وجه آه. الأرض. آه شايف ش... ش... ال... شايف روعة الآية؟ يأ. يعني إ... إن عيناء الرب على المملكة الخاطئة يبيد هو صاحب السلطان صاحب السلطان مم. وبعدين يقول الستم لي كبني الكوشيين يبقى إذن في فرق بين بني اسرائيل واي دوله اخرى؟ مم. لا فيش لكن اللي بيعرف مطالب أكتر في نفس سفر عاموس اصحاح ثلاثه مكتوب آه. في اي اثنين آه. اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الارض آه. لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم. آه. يعني شوف لما بيع الانسان بيعرف آه. بصير عنده مسؤوليه. آه. آه. واسرائيل كان المفروض تكون نور آه. وشهاده للامم اللي آه. حول لانه بتكلم عن آه. 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 بيتكلم عن دينونه الامم في عاموس لكن بيتكلم عن ضبل ضعفين آه. الدينونه على شعب اسرائيل. خليني ارجع بقى وأخد انا دور المحاور آه. قول لنا بقى ليه الرب <تصفيق> 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 لا هو الرب ما تغير الرب ما تغير آه. لكن آه خلينا نسميه نقول هاي هي نعمه الرب آه. في مجيء المسيح آه. لانه في مجيء المسيح اخذنا النور الكامل آه. والاعلان الكامل آه. لكن الله مش بيغطا لا الانسان بيدفع ثمن الخطيه مكتوب طبعا. النفس التي تخطئ تموت آه. آه. اجره الخطيه هي موت آه. وبرساله روميا الكتاب بعلم بكل وضوح آه. في الاصحاح اثنين آه. آه مكتوب يعني أم تستهين بغنى لطفه. لطفه وإمهاله آه. وطول آناته آه. غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة آه. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك, وقلبك غير, غير التائب تذخر, تذخر, تذخر لنفسك نفسك غضبا في يوم الغضب آه. واستعلان آه. دينونة الله العادلة في أي 11 صحة 2 الذي آه. سيجازي كل واحد حسب آه. أعماله لو يا ستة ايوه الذي يزرعه الانسان اياه يحصل, يحصل. ايضا مم. وفي رساله بطرس آه. بطرس الرسول بطرس بيرد على تساؤلات المتشككين آه. اللي بشكوا في مجيء الرب آه. ثانيه آه. فبقولهم الله لا يتباطا عن وعده آه. كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى, يتأنى. علينا وهو لا آه. ان يهلك اناس لا يهلك بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فهي هاي الفرصة آه. اللي بنرجع سواء في العهد القديم آه. سواء في العهد الجديد آه. في فرصة للرجوع في فرصة آه. آه للتوبة بقول آه. توبوا لتمحى خطاياكم لكي يأتي أوقات الفرج من وجه الرب أسيس نزار وحضرتك بتتكلم فكرتني أنا كراعي يا ما شفت الناس بتحصد نتيجة الخطية ياما شفت الناس اللي دفعوا ثمن غالي وده كويس اللي عايز أقوله لكل مشاهد الله بيغفر خطايانا لكن احنا بندفع ثمنها صح لا. يوم ما أنا برتكب الشر, الشر، وأتوب ربنا بيغفر خطيتي لكن بدفع ثمنها هو النهاردة أنا لو انحرفت إلى الإدمان إلى الإدمان وبعد ما أدمنت عشر سنين وانحرفت وجيت توبت الرب بيقبل توبتي لكن دفعت قد ايه تمن؟ عقلي حصل له ايه؟ الكبد حصل له ايه؟ الجسم حصل له ايه؟ سمعتي حصل لها ايه؟ دفعت التمن ولا ما دفعتش؟ دفعت كتير جدا عشان كده بنقول من قلب البرنامج ده دعوه للتوبه من قلب البرنامج ده يا رب النهارده نور جديد، نور جديد ينور قلب م. كل مشاهد يدرك ما يتشغلش قوي تاخده ايه ويقف قدامها ان ده اله حروب وده اله سلام. م. يعني انت موقفك بنقول لك الله محبه منذ الازل والى الابد، م. اله نعمه منذ الازل والى الابد في صلب العهد القديم الناس جت من الشعوب الاخرى والرب قبلها. نعم. رحاب الزانيه رحاب الزانيه قبلها ولا ما قبلهاش؟ طبعا واعطاها امتياز وأي امتياز نعمان نعم. السريان اصبحت من ناس مش المسيح ورعوت آه. المؤبيه رعوس المؤبيه نعم. فلما نيجي نقول يا جماعه بصوا للعهد القديم ادي ناس بتيجي من اخر الدنيا حتى في قلب المعركه لما الله ابد امر باباده اريحه آه. والبلد الثاني عاي آه. على طول جبعون كان آه. بلد قوي آه. يعني آمن إنه مش راح ينتصر لأن أه الرب مع إسرائيل أه جاؤوا حتى بخدعة أه بس حتى يكونوا في عهد أه مع يعني أه لأنه أه قالوا إنه جايين أه من برا أه مش من جوا أه على أه فكرة تحريم إنه بنفس البلد مش من اللي برا أه أه فلما عملوا العهد يو يشوع أدرك قال ما بنقدرش نمس ولا, ولا نفس أه لأنه خلاص أه صار من يعني مش موضوع انتقام موضوع بالزبط يعني فأنا بقول لكل مشاهد بيشوفنا الوقت، الله إله نعمة، إله محبة، منذ الأزل وإلى الأبد، ومدد إليه لكل واحد، وبيقول لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين، وكلنا اختبرنا يا أستاذ إن لما بنيجي للرب بنختبر نعمة قد إيه؟ نعم ومحبة قد إيه؟ وسلام قد إيه؟ واطمئنان قد إيه؟ وراحة نفس قد إيه؟ وقول الصدق في المسيح هدوء بال قد إيه؟ يعني يكفي إن أقول الله رفيقنا في كل رحلة حياتنا ماسك بإيدينا وماشي معانا خطوة خطوة ويوم يوم ولحظة لحظة فبقول لكل إنسان تعال اقترب خد النور خد الغنى خد السلام خد الفرح ليه تفضل بعيد ليه شاغل نفسك بأسئلة مرات أقول كده أسئلة جدلية وأنت مش عايز تقبل على النور تعال للنور لأ وكمان إنه هذا الموضوع يعني بيسأل آه. للتبرير أمور بيعملوها أه يعني مرات أه بيقتلوا باسم الدين أه ومرات بيعملوا أشياء باسم الدين أه فبقول فبيبرر عمله طب ما هو الرب أه بالعهد القديم أه وأنت طبعا أه وضحت الفكرة أه لا أه أنه دينونة العهد القديم كانت دينونة محددة أه في حدود جغرافية لوقت معين يعني بعد ما بالزبط يشوع بالزبط والاباء ما عادش هذا الموضوع يعني أنه صدقني يا أستاذ نزار عايز أقول لكل مشاهد بيشوفني دلوقتي اللي يعرف الله ويحب الله لا يقتل لا يشتم لا يحقد لا يكره مجرد الكراهية مجرد الكراهية لأن في صلب العهد القديم فكر الحماقة خطية الرب ضد البغضة ضد الحسد ضد الحقد فانا بقول لكل انسان اللي بيقول انا بحب الله لازم يحب كل الناس ويساعد كل الناس ويمسك بايدين كل الناس اما أني اقتل باسم الدين ده مش دين من يبغض اخاه فهو قاتل بالظبط ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب فانا بقول لكل انسان ما فيش حاجه اسمها حروب باسم الدين ما فيش كراهيه اللي يحب الرب يحب كل الناس ويخدم كل الناس ويعيش من قلبه عايز يعيش خدام لكل الناس وهل يعقل انه بعد ما جاء المسيح الكامل وتعليمه الجميل العظيم أوه. نروح نبرر أمور من آلاف السنين أه حتى نعملها اليوم أه يعني هذا موضوع طويل مثل ما ذكرناه قسيس عزت أنا بشكرك مرة تانية أشكرك جدا من كل قلب الرب يباركك جداً ويبارك, جداً ويبارك خدمتك ويبارك جداً كنيستك جداً وتحياتنا لشعب مصر أشكرك وللكنيسة أشكرك في مصر شكرا كثير قسيس يا عزت, أشكرك عزت أشكرك وأشكر كل السادة المشاهدين شكرا أحباء المشاهدين يعني الكتاب واضح جدا الله بيؤمر بالتوبة توبوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. الشرق الاوسط مليان بالدم، مليان بالحروب، مليان شو رايكم نصلي انه ربنا يفرجها عليكم وعلينا ان شاء الله. فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل. يمكن امور فعلناها بجهل بدون معرفه. لكن نور العهد الجديد نور الرب يسوع واضح. ألا تأتي إلى النور لتتبدد كل ظلمة من حياتك ادعو المسيح توجه سيدا ربا وملكا اقبله مخلصا على حياتك على فكرة منحب نسمع منك إلى اللقاء